كل عام وانتم بخير للجميع. ان شاء الله الاسواق تكون بشكل احسن من هاي الاجواء اللي احنا بنمر فيها. بداية الأجواء اللي موجودة هي أجواء حلوة، لكن مش المطلوبة ككل سنة. الأقصى، الشهداء، الأسرى، الوضع الاقتصادي اللي قاعدين بنمر فيه، لكن بنتمنى إنه الوضع يتصلح وتصير الأمور أحسن وأحسن إن شاء الله. لا يعقل إنه موظف سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص راتبه الشهري لا يتعدى 4000 شيكل، لا يعقل أنه يقدر يشتري كيلو البامية ب100 شيكل. اليوم هذا الحكي أثر بشكل كبير جدا، طبعا مش بس سعر البامية، حتى أسعار الطحين، المواد الأساسية إجمالا كلها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30%. أجواء العيد زي ما أنت شايف، يعني إقبال مش زي كل سنة، إقبال خفيف، فيش حركة أعياد، الناس زي ما تقول يعني مكتئب شوي، فيش يعني الوضع الاقتصادي يعني صعب شوي، ارتفاع اسعار في الناس هايبه على المشترى، فيش بال على يعني زي كعك العيد، المكسرات، الشوكولاتات، يعني الساعه الحركه لسه ما بلشت، يعني تدريجيا شوي شوي، وان شاء الله من يوم ليوم الحركه بتزيد عنا. ان شاء الله يكون يا رب عيد خير علينا، عيد بركه يا الله، ان شاء الله بيجينا العيد هذا بالسنين الجايه والسنين القادمه واحنا نكون محررين من جميع السياسات اللي قاعدين بنعيشها والواقع اللي قاعدين بنعيشه اليوم. ان شاء الله بيكون يا رب عيد يعم بالفرح والسرور على جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. بنختتم معكم، ربنا ييسر امورنا، يخلصنا من الاحتلال يا الله.